مهندس الهام، في البدايه كمشروع اعاده هدم وانجاز وصيانه 5 مراكز خارجيه للتراخيص التجاريه، نبي نعرف في البدايه نبذه عن هذا المشروع. نطاق عمل المشروع هو هدم وإعادة بناء 5 مباني لمراكز تجارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة بمواقع مختلفة على مناطق دولة الكويت، حولي، الظهر، المنصورية، خيطان، العيون. مكونات كل مبنى عبارة عن سرداب أرضي أول، دور ثاني وسطح. ما يخص الأعمال المدنية والمعمارية في المشروع، حاليا نقوم بتنفيذ أعمال التشطيبات لمبنى مركز حولي والظهر، كما تم توريد قطع الأثاث، وحاليا جاري أعمال الحفر والتدعيم في بقية مباني المشروع. إجمالي مساحة المواقع للمباني 5 هي 1950 متر مربع، وبمساحة بناء عمودية 5851 متر مربع. مشروع وإنشاء وصيانة 5 مراكز تابعة لوزارة التجارة لتقديم خدماتها للمراجعين في مناطق المنصورية وحولي وخيطان والجهرة والظهر، يهدف لتلبية احتياجات الموظفين والمراجعين عبر زيادة نسبة مساحة البناء العمودية لكل مبنى مقارنة بالمباني القديمة التي تم هدمها، مما يساعد على زيادة كفاءة الخدمات واستيعاب عدد أكثر من المراجعين والموظفين. بالنسبة للمشاريع 5 الموجودة فكلها تحوي على المصاعد باختلاف الأحمال، والحمد لله تم الانتهاء من تركيب المصاعد لموقع حولي والظهر. بالنسبة للإضاءة الموجودة في جميع المشاريع فهي من نوع LED حسب القوانين لوزارة الكهرباء وحسب العقد الموجود عندنا. تم تزويد المواقع بالنقاط الكهربائية حسب أماكن الأثاث الموجودة عندنا وتوريد المولدات الكهربائية، وإحنا الحين بس بانتظار توصيل الكهرباء لموقع حولي والظهر. جميع المشاريع تحوي على الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتسهيل
المعاملات للموظف والمراجع. من التحديات اللي في المشروع أن مباني المشروع تقع في قلب مراكز الضواحي السكنية والمساحات الضيقة للتشوينات والتنقل بين مواقع العمل المختلفة، وهذا يتطلب بذل مجهود مضاعف. أما ما يخص الأعمال المعمارية فقد تم استخدام هيكل زجاجي دبل جليز ذو جودة عالية في واجهات المباني، والذي يعمل على حفظ الطاقة وزيادة الناحية الجمالية. نظام تكييف والتبريد مركزي ويتطابق مع المواصفات القياسية العالمية باستخدام غاز صديق البيئة R410، ويقلل من استهلاك الكهرباء. وتم الانتهاء من أعمال تركيب مجاري الهواء من دافع وراجع وموزعات الهواء ومعدات تكييف ثقيلة من مكاين. تم عملية الاستلام وتركيب في موقع مشروع المباني مركز حولي ومركز الظهر. وبخصوص أعمال بند مكافحة الحريق، تم الانتهاء من تركيب مرشات وبايبات الخاصة بأعمال مكافحة الحريق لمباني المشروع مركز حولي ومركز الظهر، وبصدد الاعتماد من قبل السادة قوة الإطفاء العام. بخصوص بند أعمال التمديدات والصحي، كل مبنى راح يحتوي على عدد معين من خزان المياه، واحد لمكافحة الإطفاء واحد حق الصحي، وراح يتم ربط شبكة الصرف الصحي والأمطار على نقطة الشبكة المتواجدة. المشروع تحت إشراف مباشر من قبل وزارة الأشغال العامة بكوادر وطنية 100% بجميع التخصصات الهندسية والفنية. يقوم جهاز الوزارة المشرف بالتنسيق والمتابعة والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لإنجاز المعاملات والمراسلات التي تخص بالمشروع. والهدف الأساسي من هذا المشروع هو إنجاز مباني بتقنيات حديثة وبكفاءة عالية وزيادة نسبة البناء العمودي باستغلال المساحات مقارنة بالمباني القديمة التي تم هدمها لاستيعاب عدد أكثر من الموظفين والمراجعين. يتميز المشروع باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتم تصميم المشروع بمعايير بيئية بما يتناسب مع الشروط العالمية لكودات البناء. طبعاً في هذا المشروع احنا نستخدم تطبيقات ذكية لمتابعة خط سير المشروع من أعمال الشوب دروينجز والماتيريال وإعداد الدفعات الشهرية وطلبات التدقيق لتوفير الوقت والجهد. سوينا قاعدة بيانات لكل من سجلات الوارد والصادر والنماذج الموقعية وكل ما يخص أعمال المشروع. طبعاً إحنا كل شهر نتابع جدول الأعمال من خلال كاتالوج صور تتوافق مع سير الأعمال بالموقع. خلاص تمام. جهاز الوزارة يتابع ويراقب الخطة الزمنية لإنجاز المشروع، ويقوم بتطوير وتحديث البرنامج الزمني ليتوافق مع مراحل العمل. تم تقسيم أعمال المشروع كل مركز على حدة. يتم تحديث الأنشطة ذات الأولوية بتوفير العمالة وزيادة كوادر العمل وتسريع الوقت بزيادة ساعات العمل مع ما يتوافق مع تكلفة المشروع، وربط هذه العوامل الثلاثة والتركيز عليها لما لها من تأثير إيجابي. يتم عقد اجتماعات متكررة لوضع الحلول اللازمة والوقوف على الأسباب للحصول على المبررات ومعالجتها، وذلك لدفع عجلة العمل.
تم تصميم المبنى وفق معايير بيئية والتي تساعد على عملية توفير الطاقة وتوفير استهلاك الكهرباء. لو نلاحظ أن المبنى يتكون من نظام الهيكل الزجاجي للواجهات الذي يعمل على توفير الطاقة. كل مبنى من المباني الخمس يعتبر عبارة عن سرداب ودور أرضي ودور أول ودور ثاني وسطح، لكن بمساحات مختلفة وبمناطق مختلفة، بحيث يكون الدور الأرضي هو لاستقبال المراجعين، وبالنسبة للسرداب راح يكون عشان الخدمات، والدور الأول والثاني لمكاتب الموظفين والفي آي بي. كل مبنى من هذه المباني سيحتوي على شاشة عرض لاستقبال المراجعين وبنظام ديجيتال، وأيضا سيتم ربط هذه المباني بالشبكة العنكبوتية. المشروع يحتوي على كوادر وطنية 100% بجميع التخصصات الهندسية والفنية، من تخصصات الكهرباء، الميكانيك، المدني، المعماري، مهندسين صناعي، مهندسين كمبيوتر، وكل هذيل قائمين على إشراف مباشر على المشروع.